مشاهدينا الكرام مساء الانوار اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لهذا اليوم الجمعه 6 نوفمبر 2020 واللي تواصلت فيه العوامل الجويه ملأمة لظهور الضباب في الساعات الاولى بمنخفضات الشمال بعد ذلك تقريبا الاجواء كانت في اغلبها مستقره درجه الحراره ما بعدتش برشا على يميز الفترات السابقه اليوم الحراره القصوى كانت من بين 20 ل 24 درجه في المناطق الشرقيه وأعلى نسبيا غرب البلاد وين تروحت الارقام من بين 24 ل 29 درجه خصوصيه اليوم بعد تقشع الضباب نشوفه كالعادة عاده من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وليميز حاله سماء وظهور مجموعه من السحب المرتفعه ممكن انخفاض الضغط الجوي على سواء الجزائر هو لسان في هبات رياح نسبيا قويه في اقصى الشمال الغربي للبلاد ونوصلت سرعه الرياح الى مستوى الخمسين 50 كم في الساعه، تبعا لذلك البحر كان مضطرب بلا شديد الاضطراب في منطقه سيرات، قليل الاضطراب في بقيه المجالات البحريه، ليله بيشكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، درجات حراره ليلا تكون في حدود ال 15 بالمرتفعات، وارقام قد تتراوح ما بين 17 ل 21 في بقيه الجهات، خلال يوم الغد ان شاء الله امكانيه ظهور ضباب محلي في الساعات الاولى للنهار تبقى وارده في المنخفضات، في المناطق القريبه من السدود والغابات والأودية وبعد ذلك نتوقع فترات مشمسة تدخل لها مجموعة من السحب العبر اللي ممكن تكون أحيانا كثيفة صباحا. استقرار متوقع في درجة حرارة وكالعادة نقدم لكم قراءة تفصيلية لدرجة حرارة القصوى المنتظرة الظهر يوم الغد نتوقع كونه الحرارة تكون في مستوى 25 بتونس الكبرى 21 في جيت وطن القبلي 23 بزغوان 24 في أقصى شمال في بنزرت في ربوع الشمال الغربي الحرارة توصل مستوى 25 في باجة 26 في جندوبة وأيضا بسليانة بالكيف نتوقع تزيل 25 كحرارة قصوى بمناطق الوسط تقريبا في نفس المستوى 24 بتالا 25 بالقيروان بجهة الساحل سوسة 24 درجة 23 في المنستير 22 بالمهدية في عاصمة جنوب صفاقس بيزور رقمها 23 درجة نتوقع تزيل 23 أيضا في سيدي بوزيد 24 في القاسرين في مناطق جنوب الغربي الأرقام تكون أعلى نسبيا نتوقع تزيل 24 في قفصة حرارة توصل مستوى 26 بيتوزر 25 في قبلي قابس 22 وببقية مناطق جنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة 23 24 في مدينة 23 بتطاوين و24 درجة برمدة بالنسبه للملاحه والصيد البحري بسواحلنا الشماليه منطقتي سيرات وخليج تونس ريح تكون في اغلبها من قطاع شرقي جنوبيه شرقيه فشماليه شرقيه سرعتها من 10 الى 20 عقده وتتقوى محليا لتكون من بين 20 الى 25 عقده بحر يكون مضطرب الى محليا شديد الاضطراب بخليج حمات وبجهه الساحل ريح تكون جنوبيه شرقيه سرعتها من 10 الى 20 عقده بحر قليل الاضطراب الى متموج وبمنطقتي سبا وجربه وصولا الى جرجيس ريح تكون شماليه شرقيه سرعتها لا تتعدى مستوى 15 عقده والبحر يكون قليل الاضطراب كالعاده قد ممكن فكرة حول حالة الطقس ببعض المدن والعواصم الأجنبية نتوقع ظهور بعض سحب في نوكشوت 36 درجة 23 بالدار البيضاء بعض سحب في الجزائر 26 نتوقع تسجيل 24 كحرارة قصوى في طرابلس سما تكون صافية بالخرطوم 34 بالقاهرة نتوقع أجواء عامة قليلة سحب 25 درجة بالبقاع المقدسة حرارة في مستوى أوائل الثلاثينات 31 في المدينة المنورة 34 في مكة المكرمة سما تكون صافية بالدوحة 32 32 بأبو ظبي نتوقع ظهور بعض سحب في مسقط 29 بالكويت 32 28 في بيروت عودة مؤشرات الهدوء من جديد في الشرق الأوسط بدمشق 21 درجة 24 في بيروت 20 بالقدس الشريف بإسطنبول نتوقع تزيل 16 درجة وبأوروبا بروما نتوقع أجواء مشمسة 21 درجة 12 بفيينا مؤشرات الاستقرار ببرلين 12 أمستردام 17 درجة بجنيف 16 18 في باريس مرسيليا تقلبات جوية منتظرة 19 درجة وبشبه الجزيرة الأيبيرية نتوقع نزول الأمطار في مدريد 16 وبلشبونة 19 تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمه ان شاء الله باش معنيين بظهور بعض السحب في اغلب مناطق البلاد خلال يوم الاحد واللي ممكن تكون اكثر كثافه في الولايات الشرقيه رياح في اغلبها من قطاع جنوبي ضعيفه الى معتدل البحر يكون هادئ الى قليل الاضطراب ملائم لمختلف الانشطه البحريه وتقريبا درجات الحراره دون تغيير ارقام تتراوح بين الـ 21 25 درجه في الولايات الشرقيه وتكون من بين الـ 25 ل 29 في بقيه مناطق البلاد بالنسبه لانطلاقه الاسبوع القادم تكونوا معنيين باجواء مغيمه جزئيا على كامل البلاد تواصل تدفق تيارات هوائيه من القطاع الجنوبي ضعيفه الى معتدله البحر يبقى هذا الى قليل الاضطراب مع استقرار في درجات الحراره الشروق والغروب اليوم الغد بمدينة تونس شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة السادسة وتسعة واربعين دقيقة غروبها في الساعة الخامسة وستاشا دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بقنوات الاتصال الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب www.pometeo.tn صفحة فيسبوك الخاصة بالمعهد ورقم الموزع الصوتي 88 40 4 سفار أوقات صلاة اليوم الغد بمدينة تونس صلاة الصبح بداية من الخامسة وعشرين دقيقة ظهر منتصف النهار وعشر دقائق صلاة العصر في الساعة الثالثة إلى خمس دقائق صلاة المغرب في الساعة الخامسة و دقيقة وصلت العشاء بإذن الله في الساعة السابعة إلا ربع شكرا على حسن المتابعة والاهتمام نهاية أسبوع مريحة للجميع